عم عبد الرؤوف السعداني، عم رضا عباده، طبعا معانا عضو مجلس اداره الصالون، الشاعره الجميله للمستقبل ده مروه السعداني. بحييكم كلكم وكل سنه وانتم طيبين. احنا النهارده ضيوف على مؤسسه بارادايس الثقافيه. الناس شافت فينا الخير فقالوا احنا عايزين نستضيفكم عندنا. وطبعا الضيافه بتاعتهم عندهم واجب رهيب يعني استقبالهم، والله يحببوني في المكان ده. هنبدا نزولنا النهارده واللي هيجي يكمل معانا. طبعا بشكر عم الاستاذ الشاعر الكبير الجميل احمد اللي هيشرفنا حالا، وبشكر جميع الحضور. ومعاكم عايز اسمع الناس بس اسمعني بس، عايز اسمع الناس. الشاعر الكبير رضا رضوان، حضرتك اول واحد جه. بسم الله الرحمن الرحيم. الناس بالادب الاولويه بتيجي الاول. لا مش شرط. السلام عليكم. الاول طبعا انا شايف طبعا كوارث العاميه موجودين. يا ترى نبدا بعاميه ولا نبدا بالفصحى؟ لا خلينا بالفصحى. تمام خلينا بالفصحى. طب قدم طبعا انا يعني ودي ان انا اقول كلمه بسيطه سريعه الاول كده قبل ما اقول قصيده يعني. الشعراء يمكن من فتره كبيره من فتره كبيره وكنا لما بنتجول في منسيات وندوات ومؤتمرات ومهرجانات القاهره ان في اخر اليوم بنتجمع كلنا تاني اللي هو الشعراء على قهوه المشاوي مع الاستاذ نجيب محفوظ رحمه الله عليه. فالنقطه دي طبعا معناها ان كنا بنتجمع ونشوف وضع الادب ايه وحاله الادب في مصر ايه. يبقى الشعراء كلهم بيتجمعوا بعد الندوات اللي كانت اليوميه، وبعدين في النهايه بنقعد نتناقش في وضع الادب وحال الادب ايه. فلما كنا بنسال الاسئله دي كان كل واحد يقول اللي عنده. كانت احلامي انا في الشعر حاجتين. رقم واحد ان انا اكتب القصيده وتصل للناس في الشارع في نفس اليوم. والكلام ده ما كناش طبعا ما كانش متاح لان ما كانش فيه نت ولا كان فيه فيسبوك. ولذلك كان الوسيله الوحيده ان احنا بنوصل صوت للناس الى المؤتمرات والمهرجانات. الحمد لله دلوقتي بقينا نكتب القصيده وفي نفس اللحظه لما ننشرها بتصل لكل الناس في الشارع، ولدرجه ان الناس بتقراها في نفس اللحظه. ودي كانت من منحنا من زمان. الحمد لله رب العالمين. النقطه الثانيه شعراء الغلابه اللي انا دايما بقول شعراء العاميه وشعراء الفصحى، وقلت الكلام ده يمكن كتير قوي لوزاره الثقافه بالاخص. وانا بتكلم الكلام ده يمكن ربما الصوت يوصل تاني يعني. بقول الندوات والامسيات والمهرجانات بيجيب لها الشعراء من جميع محافظات مصر. يمكن المصب الوحيد عندنا في القاهره اللي كل المحافظات الاخرين كلها بتصب فيه. وعلى الرغم من ذلك التكلفه للشعراء بيخلي ممكن شاعر يبدا يواظب على ندوه واثنين وثلاثه وعشره والباقي ممكن ما يكملش. هذا نقطه. عشان كده كنا دايما بنقول يا جماعه على الاقل الندوات والمنسيات اللي هي لما تتولاها قيادات معناها ان ممكن يبقى فيه صرف ما يسمى بدل انتقال. وبدل انتقال ده بسيط جدا جدا على الشعراء والادباء على الاقل. ولكن للاسف الشديد الوضع ده بالنسبه لنا الوقت يمكن صعب حقا. النقطه الثانيه الثالثة. ايوه النقطة الثالثة بالنسبة للشعراء عايز ان الشعراء يبقوا يعني رابطة واحدة بس رابطة حقيقية. احنا عندنا رابطة الأدباء ورابطة الفنانين وروابط كتير جدا، بس أنا عايز الرابطة تبقى رابطة حقيقية بمعنى إن احنا ناخد في إيد الشعراء الصغيرين. يمكن عملنا قبل كده نوادي أدب كنا بنشرح فيها اللي هي بحور الشعر اللي هي العروض. ليه؟ علشان نعلم الشاعر ازاي يكتب وناخد بايد الشاعر الصغير. احنا بنشوف دلوقتي في الندوات والامسيات ممكن الكلام ده حضراتكم كلكم شايفينه، ممكن شاعر بادئ يروح
ندوة أو أمثلة يحرم يوم إنشاء الزوج. النقاد بيبدأوا طبعا يسنوا سكاكينهم عليه بالأخص لو لسه جديد بيع الرقوش. ممكن هو يحرم يكتب شيء للتاني. وإنما إحنا بنقول إن الشعراء اللي قبل كده الكبار اللي يعني أسمائهم معانا على طول كانوا بيقولنا يا جماعة أنتم صف تاني وهتبقى بكرة الصف الأول. فلذلك إحنا نعلمك عشان تبقى الصف الأول. فتحية إعزاز وتقدير لكل الشعراء اللي سبقونا اللي خدوا بأيدي الشعراء اللي هم الصف الأول حاليا. كتبت رسائلي نبضا، كتبت رسائلي نبضا بقلب كاد يحترق، وما صدقت في يوم بأننا سوف نفترق. كتبت رسائلي نبضا بقلب كاد يحترق، وما صدقت في يوم بأننا سوف نفترق. زرعت حديقتي حبا فهام الزهر والورق، وكان العشق يرويها ويرسم قلبها الشفق، فأحرقتم ببعدكم قلوبا في الهوى صدقوا، فما دامت حديقتنا وظل الحزن والطرق. قصيدتي اليوم بكاء عن النبي. إذا الأيام ساقتنا، إذا الأيام ساقتنا وضلتنا أمانينا، إذا الأيام ساقتنا وضلتنا أمانينا، وتاه الحلم في غسق وما راعته أيدينا، ولم نرى في ضمائرنا حياة تحتمي فينا، ولم نرى في ضمائرنا حياة تحتمي فينا، وساد الغل أنفسنا وكاد القهر يكوينا، وكاد القهر يكوينا، ودنسنا شرائعنا، ودنسنا شرائعنا بوهم كاد يدنينا، رأينا في معابدنا دماء في مآقينا، رأينا في شوارعنا كثيرا من مآسينا، رأينا في شوارعنا كثيرا من مآسينا. يباع الوهم في وطن، يباع الوهم في وطن وتحرقنا ليالينا، يباع الوهم في وطن وتحرقنا ليالينا، فلا الآهات توجعنا، فلا الآهات توجعنا ولا الألحان تشغينا. يباع الوهم في وطن وتحرقنا ليالينا، فلا الآهات توجعنا ولا الألحان تشغينا، ولا جفت مدامعنا ونار الغدر تصلينا، وما للعمر من مأوى وليل العمر يقوينا، وما للعمر من مأوى وليل العمر يقوينا. فإن ضلت مشاعرنا، فإن ضلت مشاعرنا وكاد القهر يكوينا، فإن ضلت مشاعرنا وكاد القهر يكوينا، ولم نرى من سينصفنا، ولم نرى من سينصفنا وينبت حلم وادينا، ومن كنا نسامرهم تفانوا في تجافينا، ومن كنا نسامرهم تفانوا في تجافينا، ومن كنا نعانقهم خناجرهم تعادينا، ومن كنا نعانقهم خناجرهم تعادينا، ومن كنا نسافرهم تفانوا في تجافينا، ومن كنا نعانقهم خناجرهم تعادينا،
وما هبت عواصمنا وما هبت عواصمنا وقد تاهت مراسينا. رأينا في عروبتنا رأينا في عروبتنا بطولات تقاضينا رأينا في عروبتنا بطولات تقاضينا. فلا الأحلام تنقذنا فلا الأحلام تنقذنا ولا التاريخ ينسينا فلا الأحلام تنقذنا ولا التاريخ ينسينا. وكم مرت بنا محنا سحقناها بأيدينا سحقناها بأيدينا. أصوغ الحلم أغنية أصوغ الحلم أغنية وقد شابت أغانينا أصوغ الحلم أغنية وقد شابت أغانينا. أرى لحنا تساومنا وألحانا تعزينا. أصوغ الحلم أغنية أصوغ الحلم أغنية وقد شابت أغانينا. أرى لحنا تساومنا وألحانا تعزينا. فناشز قومنا غنى فناشز قومنا غنى وما غنى مغنينا فناشز قومنا غنى وما غنى مغنينا. وتبكي في حديقتنا عناديلنا فتبكي وتبكي في حديقتنا وتبكي في حديقتنا عناديلنا فتبكي. ستبقى في مشاعرنا ستبقى في مشاعرنا ترانيم تزكينا ستبقى في مشاعرنا ترانيم تزكينا وتبقى في بقايانا وتبقى في بقايانا حياة للمحبين. ستبقى في مشاعرنا ترانيم تزكينا وتبقى في بقايانا حياة للمحبين. وينبت فجر أمتنا نسيجا من أمانينا وينبت فجر أمتنا نسيجا من أمانينا عبيرا من كرامتنا عبيرا من كرامتنا لنور الحق يهدينا. فوارس إن أتت محن لنور الحق فوارس إن أتت محن من الأهوال تحمينا. أرى تاريخ أمتنا به الأمجاد تحيينا. فإن ضاقت بنا الدنيا فرب العرش يكفينا فرب العرش يكفينا. وشكرا. ما عرفتناش بنفسك يا أستاذنا. طبعا أستاذنا الكبير يعني أول ما شفته طبعا يعني شاعر وأجمل كلمة عجبتني شاعر السورة يعني ما شاء الله حاجة عظمة. طبعا بقدم نفسي لحضراتكم أخوكم صغير يمكن أقول الشاعر الصغير إن أردتم ذلك رضا رضوان من الشرقية وعلى طول هنا في القاهرة وما شاء الله يعني الحمد لله قلبي قوي على الشعراء وقلبي قوي على الصف الثاني. الصف الثاني لا يصنع إلا الصف الأول لا يصنع إلا الصف الأول. وعشان كده خدوا بإيد الشعراء وخليكم حنينين عليهم في كل الندوات في كل الانسياب. شكرا لحضراتكم وإن شاء الله اللقاء مع حضراتكم إن شاء الله بإذن الله بصفة مستديمة. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع تحياتي الكثيرة بقى مع كل تحياتي لشاعرنا الرائع الأستاذ رضا أبو شنب ده البحقيق كلنا وكلنا جماعة نحيي تحيات كبيرة من هذا المكان. والمداعبة الجميلة بقى إن أنا كنت أتمنى إن أنا أجي ألاقيه النهاردة وشنب الحقيقة. شكرا 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 شك
نورنا سلطان ونتشرف جدا طبعا استمعنا لشاعر جميل وادانا نصائح جميله